مئات الهكتارات المزروعة بأشجار الزيتون والحمضيات على اختلاف أنواعها تمتد على طول البصر بمحاذاة الطريق الساحلي شرق مدينة الخمس وتتوغل حتى تصل أعماق المدينة. الحديث هنا عن مزرعة التحرير لافندانيا التي ما زالت شواهدها وما تبقى من أشجارها يخبر عن غزارة منتجاتها التي كانت يوما تصدر إلى الأسواق الإيطالية. عندنا صعوبات ومشاكل نعاني فيها من ضمنها عدم الدعم المادي، وعندنا مشاكل قمامة الموجودة بالمزرعة، مخالفات البناء والتقصير من الجهات المسؤولة بصفة عامة، ومشاكل حقيقة بأن نعاني فيها من مشاكل رعاية الأغنام والعبث بأشجار الزيتون وأشجار الغابات. جنة وريفة أضحت أثرا بعد عين بسبب تراجع منتوجها الاقتصادي وإهمال الدولة لها منذ أواخر السبعينات، حيث حلت مكبات النفايات ومخلفات البناء بديلا عن كروم العنب، بينما أتى الرعي الجائر والحصاد غير القانوني على ما تبقى من أشجارها المثمرة التي تقلص عددها إلى أقل من النصف، وتعطلت آبارها التي نهبت مضخاتها وأعمدة الكهرباء الخاصة بها. وضع دفع المسؤولين عن المزرعة لمناشدة السلطات التدخل وتوفير الإمكانات اللازمة للمحافظة على ما تبقى من المزرعة التي ما زالت الجرارات الزراعية تقلب تربتها للمحافظة على خصوبتها. مزرعة بالأسف تبي اهتمام جيد، لو أن فيها اهتمام لو كان تسد بلدية الخمس حتى في ناحية اكتفاء الذاتي، نحملها المسؤولية للعميد البلدية ونحملها للقطاع الزراعة عدم اهتمام بها. لحد الآن ما عطونوش قرش باش يصرفوا عليها، أبوك مهمولة جدا، مهمولة جدا. احنا حاجة واتية 30,000 شجرة زيتون، جرار زراعي ما عندناش صلح، نمصلحوا بلي اكتفاء الذاتي ولقطة القيط. البطاقة ما هناش، عبارة حفرنا بها 5 أفار صارت فيها السرقة والخنبة. أمنيا ما فيش، السعي تو الوقت حالي لو تطلع عندك سعي موجود فيها. مشروع زراعي استراتيجي نجح في تحقيق الاكتفاء الذاتي لسنوات طويلة، وكان رافدا اقتصاديا مهما تراجع دوره مع تراجع ثقافة الانتاج، في انتظار التفاتة جادة تعيد المزرعة الضخمة لسابق مجدها وتبعث الحياة للفلل المهجورة التي أتى عليها الخراب.